يا دكتور فخري ونتكلم على فكرة العباءة المالية. حضرتك طبعا رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، ازاي مصر قدرت توفر العباءة المالية عشان تقدر تحسن من النظم الصحية في مصر؟ طبعا دي تجربة ملهمة وكنا بنتكلم عنها أمام أشقائنا الأفارقة. وطبعا يعني في الموازنة بيبقى في محددات للمصروفات في الموازنة العامة للدولة، احنا عندنا 6 أبواب: المرتبات للعاملين في الدولة، كمان شراء السلع وخدمات لدولاب العمل الحكومي، عندنا فوائد الدين الثالث والرابع اللي هو الدعم والمنح والمساعدات الاجتماعية، وعندنا الباب بقى الخامس اللي هو سلع أخرى للأجهزة اللي هي تعتبر الوزارات وخلافه، والسادس بقى الاستثمارات العامة في البنية التحتية. ده مهم قوي يعني، فلما تيجي تشوف كده حرية الحركة تجد ما يلي: انه يهمنا طبعا استحقاقات الدستورية. النهاردة الاستحقاقات الدستورية لازم اشوف الموازنة الاول تعليم وصحة خدوا كام، واحنا بنقول في التعليم التربية والتعليم اللي هي التربية والتعليم ما قبل الجامعي يعني 4% من الناتج المحلي الاجمالي، والتعليم العالي يبقى 2% من الناتج المحلي، يبقى اجماليهم 1% البحث والتطوير بحث العلمي يعني 1%، يبقى دول على بعضهم كام؟ 7% والثلاثة الباقيين بقى دول لمين؟ للصحة. طبعا جمعنا هذه المبالغ احنا في البرلمان نتحقق هل الاستحقاق الدستوري ان يكون 10% من الناتج المحلي الاجمالي ينفق، واقصد بالانفاق كل انواع الانفاق كل انواعه، يبقى كام؟ فعشان وكل حاجه يعني الصحه تاخد 3%، تعليم ما قبل الجامعي 4%، لازم نتحقق من هذا، زائد الاجمالي كله على بعض يبقى ايه؟ ما يقلش عن 10% على ان تزيد حسب الدستور. وهنا انا متخطي الحد الادنى. فانا جمعنا طبعا احنا في اللجنه بنجمع نشوف والاعضاء موجودين وبنناقش كل الوزارات في هذه الخاصه الصحه والتعليم، كان معانا السيد معالي وزير التعليم وهو ماسك برضو الملف بتاع وزاره الصحه في هذه الحاله. يعني الانفاق اجمالي 860 مليار لما بقسمه على الناتج المحلي الاجمالي حسب يعني السنه الجايه، انا بتكلم على السنه اللي جايه، الموازنه اللي جايه هتبدا من اول يوليو الشهر 1/7 بيطلع كام؟ 10.5%. فاحنا معدين وبقالنا على 3 سنين بهذا الشكل، 3 سنين، السنه اللي مثلا 19/20 او 20/21/22/22 السنه الماليه الحاليه، ثم السنه يبقى رابع سنه في هذه الحاله، بنجد ان احنا فعلا استخدام ده الدستور ما نقدرش في هذا. فاحنا اللجنه في مجلس النواب نتاكد ان هذا الاستحقاق الدستوري متحقق بالفعل بحده الادنى على ان يزيد، هو فعلا بيزيد قليلا عن الحد الادنى فيه، وعشان كده بقول ده حاجه. الحاجه الثانيه مهم جدا ان انا برضو الغلاء الناتج عن الازمه الماليه العالميه، شوف بقى احنا بنتكلم تعليم وصحه، كمان متوسط دخل الناس هتقدر تقابل تواجه الغلاء، غول الغلاء الموجود تضخم. ده احنا مش ذنبنا، طب كورونا وجت واحنا مش ذنبنا، هي كورونا جت من على عمت على العالم كله واحنا من ضمنهم، فعملنا ادارنا الملف بتاع كورونا باداره يعني رشيده في هذه الحلقه.